ربنا يتوب عليا. ياخدها ياخد، معلش هو خد، ياخدها ياخدهم، خدني خدني يا رب، خدني ياخدها يا رب، يا رب اللي نفسي اتوب بقى. يا مين يا اخويا اللي ياخدها؟ فابتدي عليا يا معلم، هم دول اللي بتقعد معاهم تصرف عليهم فلوسنا بدل ما تاكل العيال. ما تعرفوا اهم الكرابيع اتبنوا منا؟ بتقول صحابي واتبنوا منا؟ انا خلاص لم نفسك، الشيطان بيجي مجنني يا راجل. يا عم اوعى تتعلمها وتبقى بينهم. انا خلاص مش هعيش معاك. صحابي صحابي فين يا جربوه؟ ما بيقولوا اتبنوا منا. اي حد يديني تليفون اتصل باهلي يا عالم. ما تديهاش يا عالم، ما تديهاش يا عالم، هتديني تليفون. يا نفسك يا واطية، انت عم تتصل باهلي والناس، يا عم انت خلاص اديني تليفون اتصل باهلي. اهو خلاص اجري يا عم. ربنا ثواب لله. بقى هبه فتحت وسط قرابي عربيه. انت بتقول ايه؟ انا بقول لك ده في جايزه 100 جنيه اللي يسلمني الاسم. يسلمك ايه وتبقى ايه؟ انا خايف اروح لوحدي. ربنا خايف اروح لوحدي. هنعمل ايه؟ خد الحاجات وانا معاك وسلم. ايه ده؟ معلم معلم هقول لك يا معلم. ايه يا بنت حلوتي؟ انا ظبطتهم مكمرين المفتاح بتاع ثالث عربيه شمال مع التليفون ده. الحراميه بس كده بعد اذنك. جايين يشتغلوا في المنطقه بتاعتنا. بص الحاجات اهي. بص ونكمر تليفون من العربيه ديت اهو. هاتوا ايه يا بيت؟ بص يا معلم دي مفاتيح ثالث عربيه على الشمال. خدوا منك ايه تاني؟ وخدوا منك ثاني. حد يقرب منك يا بيت. حد يقرب منك يا بيت. يا عم ايدك بس كده. بعد اذنك ايدك بس كده. يا معلم استنى بس عشان تقعد معانا يا معلم. تاخديني من ايدي كده تسلموني من البوليس عشان اتعلم الادب. علشان بص كل حد اذيته ياخد حقه مني. في حد يا جدعان ليه حق عند الراجل دون؟ انا بكلمك انت تسلمني ليه البوليس؟ حضرتك تقول البوليس ثواب. دول عاملين مكافاه. خدوها خدوها. عايز استريح من بضاعتي. عايز اطول. يا عم ربنا. نعم نعم نعم. مراتك مين اللي ترتاح منها يا اخويا؟ مراتك شربة من جعانها منا. شربات انا بقول لك. لم نفسك انت يا شربات. هم دول الجرابيع اللي بتصرف فلوسك عليهم. اخلصي. 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 مغارس اهو. بقول لك فين الفلوس؟ مش دعوة باصحابي. بقول لك ايه؟ خلاص انت لازم تطلعني. مش دعوة باصحابي. اطلعك مين؟ عملت رفي لحم بره. مش دعوة. انا هفضل